ومن هم بسيئة فلم يعملها، إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها معناه أنه خاف الله فلم يعملها، فذلك الخوف حسنة، فلذلك يعامله الله بأحسن وجه من المعاملة فيكتبها له عنده حسنة، فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، لأنه أقلع عنها خوفا من الله وقد حدثته نفسه بها، فلم يعملها حياء من الله وخوفا من الله. فإن هو هم بها فعملها، إذا هم بالسيئة ولم يزجره خوفه من الله ولا حياؤه من الله ولا تذكره للعرض على الله ولا تذكره لفجأة الموت، فلم يقطع ذلك عليه لذته وشهوته وإقباله على معصية الله، كتبها الله له سيئة واحدة، فالله لا يضاعف السيئات. وهذا بالنسبة للكتابة بأسمائها، وهي التي توزن يوم القيامة في ميزان العمل. أما الجزاء فليس كذلك، فالجزاء قد يضاعف، حتى جزاء السيئات قد يضاعف، كما قال الله تعالى في خطابه لأمهات المؤمنين: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا التضعيف ليس تضعيفا للعد ولكن تضعيفا لجزائه، فالسيئة هي سيئة واحدة لكن جزاؤها هو الذي يتضاعف، فالذنب يعظم بحسب الزمان والمكان والفاعل، حسب الزمان والمكان والإنسان. حسب الزمان كالذنب الذي هو في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أو هو في رمضان أو في عشر ذي الحجة أو في الأشهر الحرم، هذا أعظم من غيره. وبحسب المكان كذلك، الذنب في مكة أو المدينة أو في المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فهذا أمر عظيم بحسب المكان. كذلك الإنسان، فمن قامت عليه الحجة كأمهات المؤمنين وكالصحابة الكرام وكمن كان من أهل العلم ومن كان من أهل الفضل، فلا بد أن يكون له زاجر يزجره عن معصية الله، وأن يكون له برهان الله في صدره في قلبه يمنعه من استمرار المعصية والاستمرار عليها.